جبنا عماد النحاس مفوت الماتش. طب يا كابتن مصطفى الماتش بتاع امبارح بتاع الزمالك ده اللي فات فيه خمسة، هنقول ان المؤاخذه في الكلمه مصر المخصص هي سايبه الماتش للزمالك؟ لا عادي توفيق، فاحنا مش عايزين ايه، مش عايزين يعني كدب كتير. ده انت المفروض يعني كنت كابتن من كباتن النادي الاهلي، المفروض يعني تكون ايه قدوه وتتكلم عن النادي الاهلي باحترام وادب. كفايه يا كابتن مصطفى، كفايه فضايح، فضحتنا وجفستنا.